السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، حلقة جديدة من تست درايف. اليوم معنا السيارة من الصانع الألماني BMW X5 2014 الجديدة كلياً. BMW X5 أول ما طلعت لي أول مرة بالعام 1999 كانت هي أول مركبة SUV بالنسبة لأصول سيارات BMW. هلا إحنا لما طلعت تغطيتنا للسيارة بكندا كان صديقي وزميلي المعلق أحمد حربي عم بيحكي إنه السيارة SAV وليست SUV. نعم انتوا في بعض التعليقات طلعت لا يا اخي السياره قصدكم SUV، لا هي التسميه صحيحه SAV، هي التسميه ابتكرتها BMW بال99 لما طلعت الاكس 5. السبب او شو معنى SAV؟ سبورت اكتيفيتي فييكل. اما SUV اوكي موجوده كحجم، بس سبب التسميه SAV او مركبه النشاط الرياضي انه BMW بتثبت وتاكد جوده سيارتها على الطرق العاديه مو بس على الطرق الوعره. لانه BMW X5 مثل ما بنعرف بها الحجم او سيارات SUV بشكل عام هي سياره مصممه بالاكثر للطرق الوعره، ولكن BMW تثبت بسياره X5 انه هي سياره تعطيك اداء، تعطيك قوه، تعطيك تماسك حتى على الطرق العاديه بمركبه SAV. هي هي قصه SAV بالبدايه. الجيل الاول من 99 سمر 2006 زاد كثير مبيعات BMW وكانت سياره تباع بشكل خيالي. الجيل الثاني طلع 2006 واستمر ل 2013. نحن اليوم معنا الجيل الثالث الجديد كليا. هذا الجيل طلع لاول مره بمايو 2013 وكمان مثل ما شفنا بمعرض دبي الدولي للسيارات تم الكشف عنه رسميا عندنا بالمنطقه، فيكم تشوفوا اسفل الحلقه في موقعكم عرب جي تي. جمهور X5 ومن عشاق X5 ما كانوا متوقعين هالشكل الخارجي هذا، كانوا متوقعين من BMW نطلع شكل أجرأ من هيك، تصميم أقوى من هيك، بس للأسف BMW حكت طلعت هالتصميم وحكت إنه أو اعتمدت على سمعة BMW X5 إنه هي بتبيع حالها لحالها، بس BMW ما انتبهت على شيء إنه المنافسة كتير قوية، خصوصاً خلينا نركز أبرز منافس الآن الرانج روفر سبورت. رانج روفر عملت نقلة نوعية بتصميمها، انتقلت من تصميم معين لتصميم آخر مختلف كلياً. صح إلى الآن في ناس بتفضل تصميم الرنج القديم، بس لا التصميم كان مختلف في جرأة. فBMW لها نقطة لا ما كانت فيها كتير قوية، ما كانت كتير جريئة بالتصميم الخارجي. بالمناسبة إحنا سبق وجربنا الرنج روفر سبورت وحتى الرنج روفر العادية، فيكم تشوفوا تجربة الرنج روفر سبورت على الرابط التالي مع صهيب. صراحة كانت تجربة خيالية، بالتجربة الأولى عالمياً أوف رود طين مي، صراحة كانت تجربة خيالية ولا أروع. بالنسبة للإكس 5 عشاق BMW شكل السيارة حسوه انه هو فيس ليفت وليس جديد بالكامل، وفعليا السيارة ما فيها اختلافات كثير كبيرة. عم نشوف كمان تعديلات فيس ليفت، اهم التعديلات اللي صارت مثلا عندك الإضاءة الأمامية صارت انحف شوي مسحوبة اكثر. بشكل عام واجهة السيارة عم تشبه كثير الفئة الثالثة او الثري سيريز من BMW. صارت مقدمة السيارة او البونيت بشكل عام اطول شوي، السيارة زاد اقتراب على الارض. انا اليوم معي فئة او جاي عليها المواصفات اللي هي الام كت، يعني بودي كت خفيف على السياره مع رنجات مع جنوط يعني احلى شوي، بتكون السسبنشن معدل شوي بسيطه اخذ لمسه من الام باور. فهي نسخه الام كت وليست الام باور الاصليه. الام باور الاصليه استنوا عليها شوي جاي على الطريق، مثل ما في شركات سيارات بتطلع لك فئه لتبيع منها شوي بعدين بتجيب لك فئه ثانيه مشان ما تاثر على مبيعات كلا السيارتين. الان التعليقات على الشكل الامامي بالنسبه لي موقع الكشافات، موقع الكشافات بالطراز القبل بالطراز الثاني كان احلى، كان عاطي شكل اجمل للسياره حتى. اما هون حاسهم يعني خلاص كثير قريبين على الاضاءه نفسها وموقعهم جايين بالبمبر في النص. ما كثير حبيت التصميم هذا برايي الخاص، ممكن بعض الناس ممكن بعض المشاهدين شباب تحبوا تصميم او موقع للكشافات الضباب، انا بالنسبه لي ما عجبني. الجنوط اللي عم تجي على نسخه الام كت عم تكون 20 انش، صراحه هاي الجنوط او الرنجات حلوين، اما الجنط اللي بيجي 19 انش على النسخ العاديه من الاكس 5 انا بالنسبه لي ما كثير عجبني تصميمه، اما هذا الجنط مع اللون هذا خصوصا عم تحس لون دخاني تقريبا، هذا التصميم فعلا حلو. عندكم بصمات الام باور عبين لك انه معك انت كت حلو، وعندك بصمه الاكس درايف عم تدل على نظام الدفع الرباعي المعروف، وال50 اي عم تدل على فئه 8 سلندر. هلا ال50 ما تفكروا انه المحرك سعته 5 لترات او 5.0، لا هو سعته 4.4 بس هو ليدل على فئه. في فتحات هون عندكم للتبريد طبعا والانسيابيه بالتاكيد. صراحه من خلف السياره ما عليها تعليق، حبيت تصميم الاضاءه الخلفيه بتصميم سمته BMW عسل هوكي. فشو سبب هالتصميم هذا؟ ليعطيك احساس انه السياره من الخلف بتكون عريضه، فهي شيء كمان طبعا شفناه BMW خصوصا مع الاطارات الخلفيه كمان بتكون عريضه كثير، فبتعطيك احساس الثبات وبتشوف امامك. BMW صراحه جميله جدا من الخلف مع فتحات العدم الكبيره الضخمه كمان تعودنا عليها من BMW. طبعا لمسه زر او عن طريق الريموت كنترول. لا قطعتين، القطعه الاولى كهربائيه الثانيه مانيوال.
المساحة الموجودة 650 لتر، فينا نزيد المساحة من خلال طي المقاعد الخلفية لتوصل ل 1870 لتر. هلا في شيء كثير ضروري نحكيه بموضوع البي ام دبليو، انه الان بالطراز الثالث، هو هذا الشيء كان موجود بالطراز الثاني بس خلينا نحكي الان عن الطراز الثالث، بمنطقتنا وصل بدبي او عند وكيل بي ام دبليو بدبي نسخة الاكس 5 لونج ويل بيز فيك تطلب فيها، او نسخة الشاصي الطويل فيك تطلب بمقاعد صف ثالث لتصير السيارة عندك مقاعد صف ثالث تتسع اكثر اشخاص، فكمان خطوة موفقة من بي ام دبليو. طبعا هي الخطوة ما كانت موجودة فقط بالطراز الثالث، هاد هي كانت موجودة بالطراز الثاني اللي كنا نشوفه من 2006 ل 2013 بس ما كان يوصل لمنطقتنا، كان موجود فقط بدول برا، بس بالطراز الثالث اللي معنا لليوم لا وصل لمنطقتنا، موجود بصالات العرض عندنا بدبي، فما عرف حنشوف شو وضع الوكلاء الاخرين بالسعوديين ولا بقطر ولا الكويت وغير ذلك من دولنا العربي. بشكل عام المقصوره صارت مرتبه اكثر، صارت اجمل، انيقه، حلوه، تداخل الالوان حبيته كثير داخل بي ام دبليو. انا بشكل عام النحت حتى الداخلي بالابواب عم نشوف المساحات التخزين صارت اوسع، فيك تحط مثلا زجاجه مي كبيره لتر ونص عادي، النحت بطريقه تفريغ الابواب حبيت الطريقة موجودة فيها، الخشب، الألمنيوم، كل هذول المواد الداخلة طبعا ذات جودة عالية بالتأكيد من بي ام دبليو الصانع الألماني. حتى مقاعد السيارة جلود، حشوة المقاعد، مثل ما نعرف أنه السيارات الألمانية وحتى الإنجليزية المقاعد بيهتموا تكون طبية، بعكس السيارات الأمريكية بتحس كأنها قاعد في كنباية في البيت، لا، أما في بالسيارات الألمانية بتحس الحشوة فيها قساوة معينة، هاي المقاعد بتكون طبية، فهذا الشيء بميز السيارات الألمانية. وسائل هوائية موجودة 6 وسائل بكل مكان ضمن السيارة. طبعا هون عندنا مساحة تخزين موجودة، حملات أكواب، وفينا نعمل أو نلغي الصف أو المقعد الوسطي هذا لنوصل المساحة الخلفية. الشاشات الموجودة 9 إنش شاشات ترفيه خلفية متحكم فيها من خلال ريموت كنترول حاطينه هون، هاي ريموت كنترول في لغة عربية، حبيت كتير هاي الفكرة. حبيت كمان فتحات تكييف مو بس موجودة في المنتصف، لا حتى على الجوانب موجود فتحات تكييف، فيك تتحكم بالتبريد وكل شيء من خلال هالداشبورد أو جهاز التحكم موجود بالأسفل بين المقعدين. في إمكانية تغير إضاءة داخلية موجودة ضمن السيارة بطريقة مخفية لتعطيك إضاءات مختلفة في الليل، بيطلع شكلها رهيب. خلونا بس نشغل السيارة، حر جدا. طيب الشاشة الموجودة 10.2 إنش آي درايف، وحتى نظام الكونكت درايف. هلا قبل ما اتكلم عن السيارة الاكس 5 يا جماعة الخير، بحلقة الفور سيريز او الفئة الرابعة من بي ام دبليو بدي اياكم تحضروها على الرابط التالي. السبب انه انا تكلمت عن تفصيل الشاشة وتقنيات الامان بالتفصيل الممل وجربناها وجربنا نظام الكونكت درايف، فما في داعي ان ارجع اعيد وكرر بكل حلقة من بي ام دبليو هذا النظام، بس بشكل عام اللي ما بيعرف شو نظام كونكت درايف، هذا نظام انا دخلت على المنيو في شيء، طبعا الشاشه فيها لغه عربيه شيء ممتاز، كاتب لك كونكتد درايف، بدخل عليه فيني كونكتد درايف، مثلا انا موجود في طريق في مكان ضعت فيه، فانا فيني اجي اتصال مع وكيل بي ام دبليو، سياره لحالها بدون ما تحط لا تليفون ولا شريحه ولا اي شيء، سياره لحالها عندها قدره اتصال عبر الاقمار الصناعيه، تتصل بردوا عليك تحكي له انا بدي مثلا محطه بترول، بدي اي مطعم اي شيء. هذا الكلام كله جربته فعليا واتصلت وجربته بالفور سيريز، فكثير ضروري تشوفوها للحلقه. فيك كمان تشوف متى بدك السيارة تعمل لها سيرفس، متى موعد الصيانة، متى السيارة في شو حالتها الآن، شو وضع زيت المحرك، شو وضع الماكينة، شو وضع الإطارات، شو وضع الفرامل مثلا، بتعطيك تشيك كامل لك متى الموعد المناسب بتبدل زيت. يعني كل هالأشياء بي ام دبليو عم توفرها بكل سياراتها. عندك التكييف والكراسي بالنسبة لتبريد التسخين موجودين بصف عند المكيف، تحت التحكم بالصوت والراديو وغير ذلك، في زر التحكم في الصوت جنبه على اليسار في زر صغير سيارتين وإشارة وايرلس، هذا الزر الاتصال بين سيارات بي ام دبليو بشكل عام. كمان تكلمت عنه بالفور سيريز، مثلا انا ماشي في مكان مزدحم فانا بكبس هذا الشيء برسل رسالة لكل سيارات بي ام دبليو فقط انه في زحمة في هالطريق، فبيجي واحد بدخل بشوف والله في زحمة، في رسالة من بي ام دبليو بهالشارع انه في زحمة مثلا او في حفرة في الطريق، كل هالشيء موجود ببي ام دبليو. كمان الجير شيفت باي واير، عندك وضعية المانيوال اللي هي بتصير عندك تيبترونيك، واكيد ما ننسى الشيفتنج باتلز موجودين، الازرار تراكشن تحته على طول، عندك سبورت وكومفورت في اسهم، هدول بشكل عام الازرار كالتالي، عندك بيطلع وضعيات القياده من الاعلى للاسفل، سبورت بلس، سبورت، كومفورت المريح، والايكو اللي هي الوضعيه توفير البترول، الكومفورت الراحه، السبورت اللي هي وضعيه رياضيه، سبورت بلس اقصى ده للسياره بتفصل التراكشن، تصير السياره عندك جاهزه للانطلاق، توين تيربو بيعطوك كل القوه مع السسبنشن.
عندك هون زر البي وعندك مثلث واشاراته عشان الحساسات الاماميه والخلفيه، وزر الكاميرا عشان موضوع الكاميرا 360 تشوف السياره بيرد فيو من الاعلى، وعندك زر بالاسفل شكل السياره ونازله هي عشان الهيل اسيست او نظام مساعده السياره على المنحدرات والتلال. عندك الهاند بريك بيكون على شكل زر، وفي شيء اسمه اوتو اتش، هذا الاوتو هولد، هذا في حاله ماشي على الاشاره زحمه شوي ما في داعي ضل دابس انا ودايس بريك، خلاص بكبس الاوتو هولد بصير بس اتوقف بصير ارجع على البريك، صار بضل ماسكه. السيرنج كثير بسيط، شكله رياضي، سيطر عليه رهيبه جدا. عندكم هون ازرار للخلف التحكم بالاضاءه وغير ذلك. هون طبعا بنحكي مساحات ومثبت سرعه اكيد موجود على عجله القياده. قبل ما اتكلم عن محرك 8 سلندر اللي معنا لليوم، بدي اتكلم عن المحرك الاول بالنسبه للبي ام دبليو. بيوصل للمنطقه عندنا محرك 6 سلندر سعه 3 لتر، طبعا 6 سلندر خطي على شكل حرف اي بقوه 301 حصان وعزم 400 نيوتن متر. اما المحرك الثاني اللي معنا لليوم 8 سلندر على شكل حرف في سعه 4.4 لتر بقوه 445 حصان عند 5500 دوره بالدقيقه وعزم 650 نيوتن متر عند 4500 دوره بالدقيقه. طبعا المحرك توين باور تيربو، يعني شاحن توربيني مزدوج. هذا المحرك اقوى من الطراز السابق بمقدار 45 حصان واقوى بالنسبه للعزم بمقدار 40 نيوتن متر. كل المحركات تجي بجير اوتوماتيكي 8 سرعات. لما طلعت البي ام دبليو اكس 5 بال 99 كان وقتها لاند روفر او شركه لاند روفر مملوكه لشركه بي ام دبليو، فهون بي ام دبليو كثير استفادت من تقنيات الرنج روفر اتش اس اي. فشو عملت؟ استخدمت منها معظم تقنيات كثير مهمه، منها نظام المساعده على التلال وغير ذلك الموجود الان بالاكس 5، وكمان استخدمت نظام اداره المحرك اثناء الاوف رود بالطرق الوعره. فهي التقنيات كثير كمان اعطت قوه للاكس 5، وكمان بي ام دبليو استخدمت كثير تقنيات وحتى استخدمت محرك بي ام دبليو الفئه الخامسه. بعد نجاحات بي ام دبليو مع طراز الاكس 5 حكت خليني اعمل انا مشتقات من الاكس 5، خليني ازيد من سوقي، افتح صفحات جديده بالمنافسه او طلع طرازات جديده. طلعت الاكس 3 بال 2003، بعدين اجت طلعت الاكس 1 بال 2008، طلعت الاكس 6 كمان بال 2008، ومثل شفنا قبل سنه طلعت الاكس 4، شفناه معرض دبي الدولي للسيارات. تتذكروا انا حكيت لكم باحد الحلقات الاس يو في انه بي ام دبليو هتوقعت عم تخطط لانتاج مركبه اس يو في فول سايز، او هي مركبه الكبيره اللي تنافس فيها طراز الجي ال من مرسيدس، هي 7 ركاب كبيره ضخمه هي اللي تنافس فيها. حتحكوا لي الان يا اخي بس ما شفنا انتشار كبير للاكس 3 ولا الاكس 1. هلا في منطقتنا فعليا نعم ما شفنا انتشارات، بس الاكس 3 ولا الاكس 1 انتشرت بدول برا، دول اوروبيه اللي فيها بترول غالي، اللي فيها اصلا اسعار السيارات تعتبر مرتفعه، او حتى الاوضاع الاقتصاديه بالنسبه للناس مو كثير عاليه. بس عندنا هون ضل انتشار الاكس 5 والاكس 6. سبب انتشار الاكس 6 بصراحه تصميمها خيالي، شكلها حلو السياره. هون معظم الناس بتفضل السيارات تكون قويه ثابته بس بنفس الوقت ما تكون كثير منخفضه على الارض. عارفين احيانا شباب فجاه بده يطلع يبركن على الرصيف ولا بده يصف شيء مكان هيك عالي، فبيحب السياره تكون شويه مرتفعه على الارض. فالاكس 6 والاكس 5 كانت من احد نجاحات بي ام دبليو بشكل كبير. بالجيل الثاني 2006 كمان كان في كثير نقطه مهمه نحكي عنها، انه اذا بتذكروا بابريل 2009 بمعرض نيويورك للسيارات كشفت بي ام دبليو او طلعت الام باور من الاكس 5. اكس 5 2014 جير 8 سرعات، انظمه التعليق الموجوده فيها ذكيه، يعني انت ماشي اوف رود هو فاهم عليك انظمه التعليق، ما في داعي انت تتحكم والله الان بدي نظام تعليق انا يكون كل ما امشي خطوتين بدي اعدل فيه، لا هو نظام تعليق ذكي بيقرا انت الوضعيات من خلال وضعيات القياده انت بتختارها كمان سبورت ولا كومفورت، هو بيبرمج السياره بشكل عام بين المريح بين الرياضي بين رياضي البحث بين التوفير. فانظمه انظمه التعليق صراحه السياره مريحه بالاستخدام العادي، بالاستخدام السريع، بالتسارع، باللفات، بالمنحنيات، السياره ثباتها خيالي جدا. بالنسبه للاوف رود كمان بناء على تجربه مصعب لها بالطرق الوعره حكالي صراحه السياره كمان تعطي اداء يعتبر جيد جدا. هذا الزر اللي اسمه SOS Save Our Soul
او احفظوا حياتنا هذا بس تكبس هذا الزر، ما راح تجرب طبعا على طول بتتصل بالشرطه. هذا موجود عندنا في دبي، على طول السياره بتتصل في الشرطه، حتى انت ما عندك مثل ما ذكرت لا تليفون ولا شريحه ولا شيء، على طول بتتصل بالشرطه. بدي اتكلم كمان عن نقطه كثير مهمه الا وهي الامان الموجود ببي ام دبليو، كمان سبق وتكلمت عليه بحلقه الفئه الرابعه، هو انه السياره لا قدر الله في صار حدا تعرض لحادث، السياره لحالها حتبعث رسائل للاسعاف، للشرطه، لوكالة بي ام دبليو. الرسائل شو بتحتوي؟ رسائل تحتوي نسبة الحادث، هل هو مثلا نسبة قوية 90% 70%، كم شخص داخل السيارة؟ اوكي كم شخص فهمناها عرفتها، كم الاعمار المتوقعة للاشخاص من خلال الوزن؟ تحكي لك هذا مثلا والله في وزن انه بالغين ولا اطفال. هل هذه الاصابة تبعت الحادث تتطلب سيارات اسعاف لانه في اصابات بليغة؟ كم وساد هوائيا فتحت اللي هم عددهم 6؟ تحكي لك هل السيارة راح تمشي ولا لا، ولا بدها مثلا تجيب ريكفري ولا سطحة عشان تشيل السيارة؟ هاي المعلومات كمان بتروح للوكالة. فهي التقنية من بي ام دبليو كتير الناس بتحبها، وفي كتير ناس ما بتعرفها اصلا، حتى اللي عندهم بي ام دبليو في كتير ما بيعرفوا هالقصص ببي ام دبليو، لانه هي طلعت بالفترة الاخيرة طبعا، خصوصا موضوع الاتصال لحالة السيارة، اما الزر موجود. هلا بدي اعطي بس معلومه سريعه، هي احتمال ما يوصلوا عنها الطرازات لمنطقه الخليج العربي بالتحديد، بس ممكن يوصل لبعض الدول العربيه، هذا شيء بعود للوكلاء، بس هو حيكون برا احتمال كبير يوصل لاول مره على اكس 5 محركات 4 سلندر ديزل، واحد منهم حيكون اكس درايف دفع رباعي، حيكون اسمه اكس درايف 25 دي، وواحد حيكون اسمه اس درايف 25 دي، نفس الماكينه بس هي حيكون دفع ثنائي. فهي من الطرازات الجديدة حتجي لأول مرة على X5، راح نشوفها بالفترة القريبة القادمة. وكمان هو محرك ديزل حينزل 8 سلندر عادي، أنا حكيت لكم حيجي محرك ديزل إمباور كمان هي حلوة، وأكيد محرك الإمباور البنزين كمان حيجي إن شاء الله عنا للمنطقة. فل تانك سيارة بي ام دبليو X5 85 لتر. أما بالنسبة لمصروفه، فلو حكينا عن محرك 6 سلندر بيكون مصروفه بمعدل وسطي هو 8.5 لتر من البترول لكل 100 كيلومتر، هاي المعدل الوسطي. اما بالنسبه لمحرك 8 سلندر اللي معنا لليوم 4.4 لتر، حيكون مصروفه للبترول هو 10.2 لتر من البترول لكل 100 كيلومتر بمعدل وسطي. اكيد اجينا لموضوع السرعه والتسارع، 6 سلندر بتتسارع من 0 ل 100 ب 6 ثواني ونص بسرعه قصوى 240 كيلومتر في الساعه. هالسياره اللي معنا لليوم التوين تيربو عم يتسارعوا ب X5 2014 8 سلندر من 0 ل 100 ب 4.9 اجزاء من الثانيه، فالتسارع عم بيكون على السيارة وزنها أكثر من 2200 كيلو، فبعتقد تسارع مخيف بالنسبة لبي ام دبليو اكس 5. كمان السرعة القصوى بتكون هي 250 كيلو متر في الساعة محددة إلكترونيا من الوكالة. بالنسبة للوزن بتراوح بين 2100 كيلو جرام إلى 2250 كيلو جرام على حسب الفئة اللي معك والمواصفات. هذا زر عشان تحذير من التصادم الامامي، اذا كان عندك اخضر شغال كل الحساسات وغير ذلك. عم شوف كمان فيك تشوف انت تحذير وجود اشخاص، تحذير مغادره المسرب، كل هذول الاشياء انت فيك تتحكم فيها من خلال هالزر. بدنا نجرب تسارع اكس 5، انا حطيت سبورتس بلس فاك تراكشن. ان شاء الله دوست السيارة بس يفتح معاك توين تيربو خلاص سريعة جدا. طبعا انت لما تحط سبورت بلس بس عندك قساوة بالسسبشن اكتر. طبعا لا ننسى نظمة النقطة العمياء والنظام التحذير عن مغادرة خط السير كله موجود عند بي ام دبليو اكس 5. بالاشياء اللي ما عجبتني ببي ام دبليو هو موضوع مكان الكشافات الامامية، وحكي لكم كنت بتمنى تصميم اجرأ من هيك بالنسبة لاكس 5.
انت لو جيت تشتري السيارة، لو عطوك مبلغ او سعر السيارتين خيروك X5 ولا رنج سبورت، شو بتختار وليش؟ بدي اسباب منطقية، مو بس والله بختار هيك، لا بدي سبب مقنع انه انا بدي اختار X5 لسبب كذا كذا كذا، او رنج سبورت كذا كذا كذا. اعطونا رأيكم، شوفوا تجربة الرنج سبورت مع صهيب، وانا ان شاء الله راح اجربها قريبا كمان. شوفوا تجربة البي ام، احكموا بنفسكم بين السيارتين واعطونا رأيكم. لا تنسوا تنشروا الحلقة بين أصدقائكم بيحبوا السيارات، بين أهلكم، أبوك خلي يشوف الحلقات، في أهالي يحبوا مثلا البي أم، يحبوا المرسيدس، خلي يشوف الحلقات أعطيه فائدة كمان. ولا تنسوا تكتبوا التعليق بموقعكم عرب جي تي، مش أرد على التعليقات بشكل شخصي. وآخر شيء حياكم الله.